اهلا اهلا، ازيكم؟ اهلا بيكم في قناتي اسرار المطبخ مع خلود. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تضغطي لي اشتراك وتفعلي زر الجرس اذا كنت حابه يوصلك مني كل جديد. ما تنسيش تحطي لي لايك وتسيبي لي كومنت حلو. انا النهارده عملت صينيه كنافه بالمانجا بطريقه بسيطه جدا، هقول لكم كل مقاديرها وكمان كل الخطوات بتاعتها بالطريقه المبسطه. هتطلع منك حلوه قوي لو انت اول مره تعمليها. يلا بينا نشوف طريقتنا ونشوف خطواتنا. اول حاجه انا عملت الكريم شانتيه، حطيت كوبايه لبن متلج، حطيت عليه 2 كريم شانتيه الدريم، انا بحبه جدا. كل باكو من دوت بياخد نص كوبايه من اللبن. ضربتهم كويس جدا بدون اي اضافات، طعمه بيطلع مظبوط جدا. لو انت حابه انت تسكريه اكتر حطي له سكر. ضربته لمده 10 دقايق بالقوام دوت. هحطه في الفريزر وابدا دلوقتي اشتغل في الكنافه. الكنافه دي كانت عندي في الفريزر، طلعتها وقصقصتها صغير او تطحنيها، وحطيت عليها كوبايه كبيره من السكر، واحده فانيليا، حطيت كمان عليها سمنه تكون سايحه مش متلجه او مش جامده يعني. هبدا ادعكها كده لحد ما كل الكنافه بتاعتي تتشرب كويس جدا من السمنه. انا استخدمت زبده فرن من السمنه، تقدري تستخدمي زبده على سمنه او ممكن سمنه بس براحتك، بس انا حبيت طعم الزبده اكتر فيها فبعمل بيها دايما. ببدا ادعكها كده بالشكل دوت لحد ما الاقي كل الكنافه بتاعتي اتشربت. بعدين نبدا نفركها كده علشان خاطر ما تبقاش مكتله. دلوقتي بقى هعمل العقد او العسل بتاع الكنافه. انا كان فاضل معايا كده معلقه من الزبده، حطيتها عليها كوبايه من الميه وكوبايتين من السكر، قلبتهم كويس جدا، وهحط عليها 10 من الليمون وارفعها على النار، نار متوسطه، وهسيبها بقى لحد ما تعمل عقد. جبت بقى الصينية بتاعتي اللي انا هعمل فيها، ولازم تكون صينية كبيرة. حطيت فيها الكنافة، مش هدهن الصينية علشان خاطر انا الكنافة بتاعتي خدت حقها في الزبدة كويس جدا، فمش هحط زبدة تاني. هبدأ افردها. انا حسيت ان الكنافة دي كتير فهشيل منها كده قيمة يعني حبة صغيرة، مش كتير قوي علشان انا مش عايزاها تبقى تخينة او سميكة كده، لأ انا عاوزاها تكون رقيقة بتكون طعمها احلى. فشلت الحبة دول كده، هعمل بيهم قرص او هعملها اي حاجة تانية، او هسيبها حتى في الفريزر لمرة تانية. فردتها كده لحد ما الاقي، ولازم اكبسها كويس في الصينية. تكبسيها على قد ما تقدري علشان خاطر هي بتبقى نجاحها في ان هي تبقى ماسكه في بعض كويس قوي او مكبوسه كويس كده في الصينيه بس. وابدا اضغط عليها كده واساوي الحروف بتاعتها، واحس ان هي كلها استوت يعني متساويه كلها في الشكل مع بعض. وهدخلها الفرن على درجه حراره 180 لحد ما تاخد لون ذهبي من فوق. يلا بينا نعمل المانجا. بصوا بقى كده، انا جبت المانجا اهي. انا النوع دوت اسمه نعوم او نعومي، انا بحبه جدا، بيطلع طعمه حلو قوي. دي كنافه كده بعد ما طلعت، شايفين المانجا انا قطعتها ازاي رفيع. الكنافه دي بقى خلاص طلعت وانا طفيت كمان على العقد. هبدا اشربها بقى. انا ما بحبهاش تبقى متشربه قوي يعني، هي بس يا دوب ايه تاخد حبه حلوين يعني قيمه كوبايه بالظبط، ما بتبقاش كتير علشان ما تبقاش طريه منك وفي نفس الوقت ما تبقاش ناشفه. يعني انا عاوزاها واخده اللي هو الطريان الحلو ده، او اللي هو فيه حاجه بسيطه قوي من الـ النشوفيه، ما تبقاش طريه قوي علشان هتبقى طعمها مش حلو. كريم شانتيه طلعته من الفريزر اصلا، هو ما كانش محتاج ان هو يدخل الفريزر،
طلعته برضو ورحت حاطاه عليها بعد ما هديت شوية، علشان وهي سخنة هتشرب كل الكريم شانتيه ده، فلازم تهدى شوية وبعد كده نبدأ نشتغل فيها. هبدأ أفرده كده، الكمية بتاعت الكريم شانتيه كده حلوة مش وحشة، فأنا حاطت بقيته، يعني أنا كنت شايلة منه حبة بس حطيتهم علشان تبقى واخدك حقها كويس برضو في الكريم شانتيه. تقدري تستخدمي كريم شانتيه سايب، بس لو هتستخدمي السايب تحطي معاه كريمة لباني باودر، هتديك طعم حلو قوي، لكن أنا بحب أكتر اللي هو الدريم. افرديه كده، مش شرط ان هو يكون متساوي قوي، على قد ما تقدري بس تخليه قد بعض او كله قد بعض كده. كده احنا هنحط عليه المانجا، بس احنا عاوزينه طبعا ناخد طعم الكريم شانتيه. بجد الطريقة بتاعت صينية الكنافة بالمانجا دي بتبقى حلوة جدا، بتنفع جدا كمان في العزومات وفي اي حاجة. انا بدأت ارصها كده زي ما انتوا شايفين، هكمل رصها وارجع لكم تاني. بصوا بقى كده انا خلصتها زي ما انتوا شايفين كده، شكلها بجد قمر، طعمها كمان حلو قوي. لو عندك عزومة فالكمية مش هتكلفك كتير، لو جبتيها من بره بجد بتقطع بمبلغ جامد جدا. لا احنا بنعملها في البيت بطريقة بسيطة وطعمها هيطلع زي بتاعت بره واحلى. انا دلوقتي هقطعها كده، فانا حبيت ان انا اقطعها مثلثات كبيرة كده او تقطعيها صغير، التقطيع دي حاجة براحتك انتي. فيا رب الطريقة تكون عجبتكم، وزي ما قلت لكم لو الطريقة عجبتكم ما تنسيش تضغطي لي لايك وتفعلي زر الجرس لو كنت حابة يوصلك كل جديد، كمان تعملي لي اشتراك مع تفعيل زر الجرس طبعا، وسيبي كومنت تحت تقولي لي في رأيك في الكنافة. شايفين شكلها قمر ازاي؟ هوريها لكم. بصوا شكلها عاملة ازاي، حلوة جدا، كمان طعمها حلو قوي ومميز. دلوقتي هقول لكم باي باي، اشوفكم في فيديو جديد على خير. باي.